السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه، معكم بيجا من قناه النصري برودكشن، القناه ديالكم اللي ديما تنقول يا ربي كل المحتوى ديالها كاين الاعجاب ديالكم. ما كتفوتنيش الفرصه مره نشكر الناس اللي تزادت القائمه ونقول لهم مرحبا وسهلا بكم. رمضان كريم، الصحه والسلامه وزيد الرزق، اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. لي اسفل قول مرحبا، هاك البساط للمحسنة واللوز في وصاين بان. وبسم الله وعلى بركة الله، أول حاجة غنديرها غنصلي على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هنا كما كتشوفوا معايا إن شاء الله غنديروا دي سيكار ديال الحوت، تيجيو شي حاجة زوينة بزاف وفي ساعة كيوجدوا. هنا عندي تقريبا كيلو وربع ديال الميرلون، وعندي نص كيلو ديال الكروفيت، هنا عندي معلقة صغيرة ديال الهريسة ومعلقة صغيرة ديال مركز الطماطم، عندي حامضة كبيرة معصورة، هنا عندي التوابل ديال الحوت والتوابل ديال بسطيلة الحوت، عندي شوية تحميرة شوية بزار شوية خرقوم وشوية سكنجبير، هنا عندي واحد ستة ديال رصوص فصوص ديال الثوم، وعندي الملحة، وهنايا إن شاء الله غنديرو التوابل كاملين. عندي تمايا قزبر ومعدنوس تقريبا واحد نص زلافة، غادي نضيف عليهم هاد المقادير كاملة، وغادي إن شاء الله نضيف زيت الزيتون، وغادي نطحنهم إن شاء الله، وغتوجد معايا الشرمولة اللي كندير لي زانغغيديون كاملين ديال هاد السيكار. هنا إن شاء الله غادي ناخد هادي، كانت عندي ميرلون فيها تقريبا واحد جوج كيلو وشي نص، وفرقتها على نص، ما بغيتش ندير كلشي دابا. هنا خديت الزيتون قطعته، خديت المصير الحامض المصير قطعته حتى هو رقيق، والفطر العادي يعني قطعته حتى هو رقيق. هنا الفطر الاسود غادي نغطي عليه بالماء غليان باش يعني يتخلص من ديك الرمله اللي كتكون فيه، وغادي نغسلو مزيان ان شاء الله. غناخذ هنا واحد المقله، غنضيف ندير ليها واحد معلقه كبيره ديال الزبده تكون حيوانيه، وشويه ديال زيت الزيتون، وغنضيف عليها القمرون اولا لي كروفيت، ونضيف عليهم معلقه ونص تقريبا ديال الشرموله. هكا ملي كنقاد الشرموله كنتهنى وكتكون واجده عندي، ف في ساعة كتوجد عندي الستيلة ديالي أولا الحشوة ديال الحوت. هنا صافي غادي نحيد الكروفيت من فوق النار، وغادي ناخد الشعرية الصينية. واش تانتوما البنات مالقيتو الشعرية الصينية؟ مو موجوداش بزاف في السوق، عمرت عليها بالماء غليان وغادي نخليها على جنب. هنا درت واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة، ودرت تقريبا شوية ديال زيت الزيتون، غنضيف عليه هاد الشامبينيون كحال شامبينيون عادي، زيتون خضر والحامض المصير مقطع، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الشرموله، غادي نقليهم مزيان مزيان مزيان، وغادي ان شاء الله نخليهم على جنب. ديك لاصوص اولا السائل اللي بقى ليا من الكوفيد ما كنضيعوش، غادي نضيفه على الشعريه الصينيه باش كتنكه اكثر. وهنايا كنت قطعتها وغادي نحطها ان شاء الله في هذا البول باش نضيف عليها المقادير كاملين. هنا كانوا هاد المقادير كاملين تشحروا معايا ووقفوا في الزويته ديالهم، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الشرموله على وديت شعريه صينيه باش حتى هي تنكه، وغادي نخلط ان شاء الله مزيان. هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه، ضفت شويه ديال السوجا اولا سويا صوص، معلقة ديال توابل الحوت، ومعلقة ديال توابل بسطيلة الحوت، غنخلط مزيان، نضيف عليهم الكروفيت، وغادي نضيف إن شاء الله الميرلا اللي نقيتها مزيان من الشوك، وهادو غادي يكونوا هما المقادير ديالي. ورقدت واحد شوية ديال الدجاج، غادي مازال تشوفوه معايا، صدر الدجاج بليطو، غادي مازال تشوفوه معايا في ديك الشرمولة اللي شاط ليا. هادو هما الطريفات ديال الصدر ديال الدجاج كانوا عندي، فراه ممكن انك ديري غير هاد الطريفات صدر الدجاج مع شويه ديال لي كروفيت وتعمري بهم لينيم ديالك اولا لي سيكار، تيجيو شي حاجه خطيره. لا داعي اننا نديرو الحوت، راكم عارفين الحوت في رمضان فراه كيطلع واحد الطلعه خياليه. هنا غادي نقطع هادو بعد ما تشرملو مزيان وتنكهو وتشربو ديك العطريه، وغادي ان شاء الله هنايا ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، ونضيف عليهم دوك القطعات ديال الدجاج، وغادي نقليهم حتى هما يا ونضيفهم للمقادير. ولدي ليك نقول تحضروا بغير فسيخه. هادو غادي يكونوا هما القطعات ديال الدجاج، ضفتهم على الشعريه الصينيه، وغادي ان شاء الله حركت مزيان وخليتها واحد تقريبا ساعتين حتى تشربات مع بعضها، فراه
الحشوه تتبغي تشرب مزيان مزيان سورتو ديال الحوت. هنا عندي معلقه كبيره ديال الهريسه، ضفت عليها شويه الملحه وضفت عليها الزيت المائده، كنحرك مزيان هادشي باش غادي ندهن الورقه ديالي. كتنكه الورقه وكتجي لذيذه وما كتجيش هكا باسله. هذه الورقه خديت ورقه كبيره حيت بغيت ندير لي سيكا، راه الا بغيتو ديروا سيكا يكون شويه كبير وتيشبع خصكم تاخذوا ورقه كبيره. هكا قسمتها على اربعه كما جرت العاده باش يخرجوا عندي مثلثات. وغادي هنا ان شاء الله نبدا كنعمر لي سيكا ديالنا. غادي نتخلص شويه من هذه الحاشيه اللي كتكون شويه يعني ما زويناش، وغادي نبدا السيكارات. لا بدا اننا الورقه البسطيله كنقضيو منها الما باقي نحطوه في بلاستيكه، ولي سيكار ديالنا اولا البريوات اولا البساطل نحطوهم في بلاستيكه في ساعه من نكملوا منهم. هذاك الشيء هو اللي تيخسر البنيات المبتدئات، الورقه كتيبس معاهم ملي كيدخلوا على الفران كترطق وهكذا. هنا عندي واحد شويه ديال دقيق فورص مع شويه الماء هو باش كنلصق الجوانب، كنبقى كنستمر هكا ان شاء الله. وهنايا كنت نسيت تماما الفرماج، ما كاينش اللي يفكرني فيه. هاد اللونين مساكن مشاو بلا فرماج، راكم عارفين بستيلات الحوت لا بد. ممكن اننا نديرو طريفات ديال فرماج ساندويتش، ممكن نديرو اذا ممكن نديرو موتزاريلا اللي عندنا، غير المهم هادو راه مشاو بلا فرماج فما درتش فيهم فرماج. مردومه وسخونه مع الشعريه للغاها عشيق والروز يطيب مليح. انا عاد تفكرت بلي راني نسيت الفرماج، غادي ندير واحد شويه ديال الفرماج فوق هاد السيكار ولكن كنعاود ننساه. كنساه في السيكار الاخر، هادشي اللي خلاني قلت مع راسي علاش لا ما نخلطش كلشي الفرماج مع الحشوه كما كندير دائما. غير هو نصيحه للمبتدئات سورتو انكم ما تخلطوش الفرماج مع الفيرميسيل والحشوه ملي كتكون سخونه، فراه كتضيع معكم وتتعجن ما بقاش كتجي زوينه. هذا مكان هنا كنت خلطت الفرماج كما شفتوا معايا وصافي كنعمر السيكار ديالي ومهنيه. طبسيل جيبني من البغرير وكدا كسير للسفاج الوافي. انا ان شاء الله غنحط معكم دي سيكار نديرهم في الفران، وهنا كما غادي تشوفوا معايا غادي ندهنهم بديك شويه ديال الزيت اللي بقات، فراه كيلددوا الورقه حيت فيهم ملحه وهريسه. هنا كنت درت واحد شويه ديال لي سيكار ديالنا، غادي نديرهم كونجيلاتور كوم سا الا بغيتهم غادي نجبدهم ان شاء الله للوليدات. وغادي ندخل لي سيكار الفران، اللي ضروري هو الفران يكون سخون قبل، وملي كندخلو سوا ديزون بستيلات ولا بريوات ولا سيكار كندخلوهم على درجه الحراره 180 من الفوق ومن التحت وكيطيبوا على خاطرهم. انا ما كتدخلياش الفكره راسي ديال انني نفكر شي نهار نقلي البريوات ولا السيكار ونحطهم في وسط الزيت. الصراحه كنقل تنديرهم في الفران كيجيو زوينين بزاف. وهذا ما كان الزوينات ديالي، نتمنى على الفيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وكنت خفيفه ظريفه على القلب، خليت لكم الراحه. كانت معكم بهجه من قناه النصري برودكشن، السلام عليكم. كداك دير كوار بالفلافل ويكونوا